صلاتي على محمد، ألف سلامي على محمد. الصلاة على محمد، ألف سلامي على محمد. بسم الله أول ما نبدأ، والرخاء عن كل شدة، أرحمني في يوم الغدا، أنت الشافي يا محمد. الصلاة على محمد. من أهم الأماكن التراثية في سيوة قلعة شالي، القلعة اللي بناها الأهالي في عهد المماليك لحمايتهم من هجمات الغزاة وقطاع الطرق. ولما استقرت مصر في عهد محمد علي باشا وتكونت الدولة المصرية بمفهومها الحديث وبقى لها تواجد في كل الأراضي المصرية، انتهت حاجة سكان سيوة لقلعة محصنة، وبدأوا ينزلوا من شالي بالتدريج ويبنوا بيوتهم في الوسع. وفي سنة 1926 نزلت أمطار غزيرة على القلعة، وكانت سبب في هجرة باقي السكان للقلعة، وبقت بيوت شالي خالية إلا بيت واحد بس، بيت ربنا. الله أكبر، الله أكبر. المسجد العتيق، أقدم مسجد في الواحة والصحراء الغربية كلها، واللي كان معروف لسنوات طويلة جداً بحضرات الذكر والتواشيح الصوفية. حي على البلد، الله أكبر، الله أكبر، لا